بداية افتتاحنا للصباح فتحت ربا بكلمات جميلة وهي الألحان والألوان، والألحان تختلف من آلة لآلة. واليوم معنا عازف ناي رائع رح نتعرف عليه بآخر محور، وهو حافظ مخلوف. أهلا وسهلا فيك يا حافظ، نورتنا. يسعد صباحك حافظ. طيب شو رأيك هلأ نبلش بشي عزف على الناي، بعدين نحكي شوي عن هيد الآلة. قد ايه صار لك بتعزف انت؟ سنتين ونص. تفضل. حلو كتير يا حافظ. حافظ الناي بدها نفس طويل وبدها تدريبات كتير، كيف عم تتدرب ومين عم يدربك؟ هلق أنا بلشت أول شيء عند الأستاذ راقي وطفاء، ضليت عنده فترة وبعدين انتقلت لعند الأستاذ الكبير حمزة محمد، هلا أنا متابعة عنده. حلو. هلأ أنت صار لك سنتين وشوي عم تعزف على الناي، يعني أخذي كل وقتك، يمكن بتفرغ طاقاتك السلبية والإيجابية وقت أنت بتعزف على هيد الناي. إذا بدي أحكي أنا ليش اخترت آلة الناي، مين شجعك عليها؟ هلق أنا كان يجي لعنا مثلا الأستاذ باسم بناوي، كان يقعد هو البابا، فسمعت الناي قلت للبابا أني أنا حابة أتعلم عن الناي، فجاب لي طقم من عند صانع الناي أيهم زلخا، وهني اهلي كمان طبعا كانوا الداعم الاول لإلي وبلشت فيها. حلو. يعني اول شيء نتيجه محبه، انت نتيجه بس كثير بتزعل عزف على الناي بتبكي حزن مزبوط. هلا فيكي انت بتعزفي بمجال حزن، فيك بتعزفي بمجال. طيب خلينا نسمع شي فرع. يلا. حافظ انت هلا صف تاسع، يعني في دراسة وفي مواد كثيرة وفي امتحانات كبيرة من كل الكتب، فهلا كيف انت رح تنظم وقتك؟ كيف رح تصير تدرس وتعزف على الآلة او تتعلم؟ هلا اكيد الدراسة بدها تاخذ مجال بالتاسع، بس هلا عن طريق تنظيم الوقت انه فيني بنظم وقتي، وكل آلة مثلا الآلة بعطيها حقها والدراسة بعطيها حقها. كم يوم بالاسبوع بتتدرب على الناي؟ هلا كل يوم بعزف شي ساعتين. حلو، منظم وقت خلص. ساعتين للناي والباقي للدراسة. حلو. في أحجام للناي أنت بتعزف عليها؟ طيب بتعزف على حجم تاني ولا هي الأساسية؟ هلق كل ناي وفي إلى علامة. هي شو علامتها لهيدي؟ هي علامة الفا. فيني بغيرها يعني وبعزف. طيب نغيرها بتعزف؟ يلا. Thank you.
الله يا حافظ. حافظ انت شاركت شيء بمهرجانات بامسيات؟ شاركت باتحاد شبيبه الثوره تحت اشراف الاستاذ احمد حمودي بمسابقه استديو شباب وخط الثاني على مستوى المحافظه. حلو، برافو. شو بيعني لك هيدا الفوز، هيدا الانتصار مثلا، هيدا الفرحه العارمه؟ هلا اكيد انا تعبت يعني ولاقيت نتيجه. اكيد بدنا نشكر الاستاذ احمد حمودي اللي عم بيكون داعم لكثير من المواهب وخصوصا بشبيبه الثوره، وعم نشوف فعلا عم بينطلقوا كثير اشخاص منهم عم بيتميزوا بمختلف الالات الموسيقيه، سواء كان بالناي، بالعزف على العود، بيانو، والصوت الجميل. هلا بخلال مشاركتك انت باستديو شباب كان في كثير اشخاص متميزين، عطى انك انه فعلا انت رح تتميز وتاخذ مرتبه من المراتب الاولى حافظ؟ اكيد. خفت انه في حدا رح يفوز عليك لانه فعلا كان في حضور مميز؟ مزبوط. هلا اكيد هو الاصرار والمثابره هي اهم شيء. حلو، برافو. حافظ انت وبالمدرسه بتعزف لرفقاتك؟ بيطلبوا منك تعزف اساتذتك بالمدرسه؟ بتعملوا هيك حلقات واعداد بتعزفوا فيها بوقت الفراغ؟ اكيد. شو بيقولوا لك رفقاتك والاساتذه بالمدرسه عن عزفك؟ مثلا وقت اللي بيكون في حصه فراغ بنعزف مثلا، عزفي بيكون حلو طبعا، بيحبوا عزفك. في رفقاتي كمان بيعزفوا على الاله وبيشجعوك أكيد دائما. طب شو بدنا نسمع هلا حافظ؟ بدي اعزف مقطوعه بعنوان الحب. تفضل. يلا. ان شاء الله كل الحب لك يا حافظ ولكل المشاهدين اللي عم يسمعونا. يعني فعلا حافظ اللحن بيحكي، وصلتنا هيدي القوه وهيدي الاراده وهيدا العزف الجميل من خلال هيدي الاله. هلا مثلا فينا نحن الناي معروف عنها فعلا بتعطي انطباع الحزن، ولكن نحن فينا بنغير هيدي الاله من فرح لحزن. اهلا وسهلا فيك يا حافظ، كنت ضيف عزيز علينا اليوم، وان شاء الله مثابره واجتهاد بهيدا المجال، ونتمنى لك عام دراسي متفوق مثل ما انك انت متفوق بهيدي الاله. اهلا وسهلا فيك حافظ، نورتنا. ان شاء الله التفوق بالدراسه لك يا حافظ مثل ما انك متفوق بالعزف على الناي. شكرا لك. شكرا لك.